اعتبر سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن تجسس أجهزة أمريكية على مسؤولين أوروبيين بمساعدة الدنمارك أمر خطير للغاية في حال إثباته. يأتي ذلك بعد يوم كشفت فيه وسائل إعلام دنماركية أن واشنطن تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين بالتعاون مع المخابرات الدنماركية. برفقة الأمريكيين يبدو الدنماركيون كحصان طروادة. كشف أجمعت عليه وسائل إعلام دنماركية وأخرى أوروبية، الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، تحديدا هذه السيدة التي أصبح هاتفها ساحة لهو لأجهزة التجسس في الولايات المتحدة بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية. لملف كهذا ذاكرة مضخمة وتواريخ تمتد لأعوام خلت، حاز الفرنسيون حصة منه رؤساؤهم خاصة، هو دأب وكالات التجسس الأمريكية، وكالة الأمن القومي أنس أي صاحبة الشهرة والسبق هنا. إذ تقول التلفزة الدنماركية أن هذه الوكالة تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيع المستوى في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا. منذ أمد بعيد يولي الأمريكيون التجسس على الحلفاء أهمية كبرى كما الأعداء، يقولون إنه عرف التجسس الدبلوماسي بين الأصدقاء. يخالفهم الأوروبيون، وهو فعل مرفوض بين الأصدقاء، قالوها مرارا للحليف عبر الأطلسي منذ آخر كشف تجسسي عام 2013. إذ يكشف الموظف السابق في الوكالة إدوارد سنودن، وهو أكبر مسرب لوثائق التجسس الأمريكية، كيف أطلقت الإدارة الأمريكية يد وكالة الأمن القومي استنادا لترخيص قانوني سري يعود لعام 2010 يمنحها صلاحية أكثر مرونة عما عرفت به. 193 دولة بمواطنيها وقاداتها هي ساحة الوكالة، يقول سنودن. هو مشهد إذن من انعدام الثقة يتكرر بين حلفاء تجمعهم منظومة عسكرية كبرى في وقت يواجهون أجمعهم عصب أزمات لا يهدأ، أشدها عند جارهم صاحب الإرث السوفيتي الذي لا ينفك يلاعبهم هنا وهناك في عقر دارهم تارة وفي ساحات لعبهم تارة أخرى. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا زيد بن يمين، كما ينضم إلينا من باريس مراسلنا محمد الحاج. أهلا بكما زيد ومحمد، وأبدأ معك محمد من فرنسا والتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يقول بأن فرنسا تنتظر تفسيرا من الولايات المتحدة وأمريكا عن هذا الموضوع، إضافة إلى اعتبار الأمر خطير للغاية إن ثبت قيامه فعلا، والحديث عن عواقب فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة. كيف يمكن وصف المشهد الآن في فرنسا إذا ما قارناه بما حدث عام 2012، حادثة مماثلة أيضا، ولكن فضل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقة وشراكة مع الولايات المتحدة على الخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع حينها؟ رولا، المشهد معقد جدا ومحرج جدا للرئاسة الفرنسية. في الحقيقة منذ قليل تم توزيع البيان الختامي للقاء المجلس الوزاري الفرنسي الألماني منذ قليل لحضور ميركل وماكرون عبر خاصية الفيديو. لم يتم التطرق إلى هذه الآلية وإلى هذه القضية بالتحديد. في الواقع التجسس إن حصل فهو حصل في العام 2012، أي في فترة كان أوباما فيها رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وكان وقتها جو بايدن نائبا للرئيس. ولا شك أن هذه القضية سوف تلقي بظلالها على القمة المرتقبة يوم 16 من الشهر القادم في جنيف بين بوتين وأيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن. في الواقع هنا أيضا يضرب الأمن السبراني والأمن القومي الأوروبي في مقتل، على اعتبار بأن الدنمارك وهي عضو في الاتحاد الأوروبي مشاركة في هذه العملية. وهنا شعر الجميع بحرج كبير، كيف يمكن أن تقوم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الكبير ب العمل والتجسس لصالح دولة أخرى. الآن أصبح الاتحاد الأوروبي بين فكي كماشة التجسس، الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى.
الاتحاد الأوروبي يعاني منذ عدة سنوات وعلنية من تجسس روسي على مصالحه وعلى وزرائه وشخصيته، اليوم بات واضحا أيضا بأن واشنطن تعمل على نفس السياق. هنا أيضا سوف تطرح هذه القضية في الأيام القادمة وسوف تتخذ عقوبات كما ذكر الرئيس الفرنسي، حتى أن إيمانويل بون قال بأنه لا يعرف من هي الشخصيات الفرنسية التي تم التجسس عليها. وهنا عندما نرى شخصية بأهمية ميركل في برلين لا نستبعد أن يكون الرئيس الفرنسي شخصيا إيمانويل ماكرون أيضا قد تعرض للتجسس. إذن تعرضت فرنسا اليوم والاتحاد الأوروبي لموقف محرج، شريك أوروبي قام بالتجسس لصالح دولة أخرى، دولة كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية. ننتظر في الأيام القادمة نعرف فعلا كيف يمكن أن تتخذ أوروبا والدول الأوروبية موقفا حازما تجاه هذا التجسس على شخصياتها ومصالحها الكبرى. أذهب إليك زيد بنيامين، ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من الولايات المتحدة، هي التي يعني كانت تخوض معركة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالتجسس الروسي على الولايات المتحدة والعبث بالانتخابات الأمريكية وإلى آخره، ليتردد الحديث مرة أخرى الآن عن قيامها بهذا الدور. نعم، هذا إحراج كبير للرئيس بايدن الذي يعتزم زيارة أوروبا، ربما الجولة الأولى الخارجية له ستكون الجلوس مع حلفائه الأوروبيين في مجموعة السبع وكذلك في القمة الأوروبية وقمة الناتو. هناك الكثير من الأسئلة التي ستطرح على الرئيس الأمريكي، لكن على صعيد التصريحات كما قلت ما زالت التصريحات الأمريكية لم تصدر حتى هذه اللحظة باعتبار اليوم عطلة رسمية، وبالتالي المنتظر أن يكون هناك يوم غد أيضا تصريحات بهذا الإطار. حتى على صعيد الصحافة كان هناك تغطية محدودة للغاية لهذا الأمر، الصحيفة الوحيدة التي غطت حتى هذه اللحظة كانت صحيفة بوليتيكو، وقد وصفت التقرير الأوروبي بأنه قنبلة، وبالتالي أعتقد أننا يعني نرى ملامح أزمة كبيرة تنتظر الرئيس بايدن مع حلفائه. سيكون هناك مطلوب منه الكثير من التفسيرات بشأن ما يجري، بشأن حجم التجسس الأمريكي الذي هو غير معروف حتى هذه اللحظة باعتباره كان نائبا للرئيس وقت حصول هذه الـ يعني التنصت والتسريبات ومحاولة أيضا الدخول على هواتف يعني المسؤولين الأوروبيين الحلفاء للولايات المتحدة. هذا هو المنظر العام هنا، وأعتقد أن الكل يعني يريد أو ينتظر ردة فعل الرئيس بايدن حينما يصل إلى بروكسل يعني منتصف الشهر المقبل. شكرا لك من واشنطن مراسلنا زيد بنيامين، ومن باريس مراسلنا محمد الحاجي.